de réalisation 14 mois. L'ODS a démarré à partir de le 2 juin 2024. Bureau de contrôle et suivi, BFA. Consistante des travaux, canalisation avec une linéaire de 47 km, les diamètres varient entre 90 et 500 mm PEHD, PN entre 10 et 20, en page avec un débit de 89 litres par seconde et 35 litres par seconde. نحن ان شاء الله يعني على نهايه جوان يعني نقصنا شهر ان شاء الله من ال يعني هو 14 مو يعني مده مضغوطه نعم لا لا الحمد لله وفي امور سبقنا فيها في الليفري زون تاع الكوندويت وفتح المسار وحتى التراس متاع السيكونت ميل كملناه 100% كسوسوا ايطاح اللي راهم اون روتار ومام في الطرف قولوا لي باسكو سي امبورطون باسكو الطرف بارابور لوزمون و شيالي سي بون مي il faut mettre le paquet et les hydroaménagements GTH مع هادو il faut mettre le il faut rattraper هذاك لو روتار قولوا لي لي سيريان نظن لي سون ils seront dans les délais داروا لا فورنيتور داروا لا لينيمون تاعها دوكا ايزون كومونسي لا سودور ها و البايب لاير ها و اللي هيكا سادير افيك لي سودور تاعهم ومن هذا دو لوتر كوتي هذا جاي من الطرف سور 38 كيلومتر سي دوالي ومن بعد اون فا كونتورني اون فا كونتورني وعلى حنايا جينا منا اون فا كونتورني لو كومبلكس سيدر اون لو كونتورن يورا اون ستاسيون دو بومباج لا ميغا ستاسيون دو بومباج دو بروجي كامل دو سيدي عمار دو لا الفارو فولي فير لو سي لو ريزيرفوار 50000 على لور شارج لي ديجا راهم داروا لهم لو تيراسمون وراهم في البيتون دو بروبريتي شكرا بعد ما شفنا المشروع تاع الدراوش مع بحضور السيد وزير الطاقه والسيد الرئيس المدير العام لسوناتراك اليوم جينا باش نشوفوا مدى تقدم عملية جلب المياه من الدراوش إلى المحطة تاع شعيبة باش فما يكون ديسبانشينغ عملية توزيع المياه على البلديات تاوعنا وعلى شفنا باللي كاين هناك شطرين الشطر اللي بدا عنده مدة اللي بدا من العام الماضي واللي عطاته المدير العام تاع لا ديو عطاته للجزائريه للمياه عطاته للكوسيدر هذاك هو رايح يحلنا 80% 84% من الساكنه هذا رايح يوجد ان شاء الله حسب ما شفنا اليوم وحسب البلانينغ رايح يوجد قبل الاجل وكي تكون الدراوش تمشي يكون هذا العملية الجلب كاين الشطر الثاني واللي مس بعض البلديات الأخرى عيل البردة رايح تكون مع هذا الشطر يسيبوا لها حل صابوا لها حل تكون ولكن تبقى الشرفة تبقى العلمة تبقى بالرحال هذه داخلة في الشطر الثاني اللي قلع المشروع في ماي يعني سان فو با دير نمدوا 84 بصح تبقى كميات تاع المياه اللي تسمح باش نمدوا بالرحال والعيل البارده وغيرها ولكن كي يكمل هذا الشطر الثاني نولوا الكل يدي من محطه دراوش.